السلام عليكم يا سيدي. اوه عم جامع، مالك يا راجل يا عجوز؟ نخيت وبركت من بعد سيدك. اتيتمت وانا عجوز يا سيدي. ريح عم جامع، ريح سلامتك. سلامتي في شوفكم يا سيدي. انت خدامنا وابونا عم جامع، لما اشوفك عشم فيك ريحة المرحوم الشيخ يوسف. ربنا يديك طولة العمر يا سيدي. يا راجل ما انا قلت لك تقعد في ارضك، انت خلاص بقيت حر. جربت القعدة وما ارتحتش، جيت اشم هوا الحبايب. اقعد خذ نفسك اقعد. ما يصحش يا سيدي. يقعد يا ابوي يقعد، والله ما انت قاعد. حاضر يا سيدي. سيدي انت زعلت سيدي سلم ليه؟ أنا سايبه قاعد في بيت سيدي يوسف زعلان. سيدي يوسف كان موصيك عليه، سايد عليك النبي ما تزعل. هذا يا عم جامع، هذا خذ كل هريسه. ناخذ حته في الشيخ الصعيد. يلا خذ كل. أنا ماشي. ماشي فين؟ هتخليني أحلف طلاق من أختك ليه؟ هتاكل هريسة ولا لا؟ يوه روح في حلق يا شيخ. ما راسك حجر صوان كده. أوكلك بيدي؟ طب عليا الطلق لا أنت واكل. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا عم جامع؟ السكاكين اتقطع في بطني. الهريسة مسمومة يا هباه. سعيد! الحدري. سعيد! عطني يا هباه. عم جامع! عم جامع! موت جاني على يدك يا ولد عمي. الموت جاني على يدك يا ولد عمي. استنى اسمعي. اسمع يا همام، لو مت الواد ما يعيشش يا همام. حد انجلنا يا ناس! اسمعي اسمعي اسمعي! خبر ايه؟ حان الاجل خلاص. غور الشيخ اسماعيل السامة. ايه؟ عندي دواء. قول يا مهووس. عندي دواء لو لسه فيه نفس. طب مش هيعني ليه؟ ما دام كارهني ومش مأمن لي، عاوز ايه مني؟ واخرتي كل دور يموتني بالكلام ويسيبني لا ميت ولا حي. عاوز تاخد مني برديس خدها على طول. ايه لزوم المشوار والرهن والهريسه وفلوس رهن ارض تروح شراء ارض ليحيى الهواري ليه؟ عاوز ايه يا عم؟ ايه غرضك؟ ناقص تطلعني برا البلد مطرود. ها جبت لنا ايه معك من بحري؟ بقول لك ايه، اقطع النفس والحديد مش نقصان، خل جديك من خرم الابر. هو انا لسه شفتك عشان تطلع فيا كده؟ هو كل ما يشيعك مشوار ترجع لي منه بزعبيب قمشير؟ قومي يا رحمه قومي، والله ما طايق خلقاتي على جسمي. قومي وتعالي بعد شويه اكون ملكت روحي. قومي قومي يا رحمه. مش يعني ليه؟ يا رب انت جاي يا مسافر. هيروق ان شاء الله، هيروق. لو ما راقش هموتك، هو ده طلبه. ولو راق تجوزني بنته؟ لو راق تبقى فديت روحك من الموت. يا رب يا رب لاجل الحبيب، ربنا يروق ابو الحبيب حتى لو غايت موتي. بسم الله يا رب يا كريم. خذوه محل الادب لحد السم ما يطلع من جسمه وياخد من ده تاني.
وعصروا له 20 كوباية بصل. مساعد، رح تجيب عيسى الهواري، عاوزه قدامي دلوقتي، ترجعه جابر مطرحه. لو شيخ اسماعيل ما راجش موته. هات يا فضة. خذ يا ورد اليمن، اشربي مية الورد. زينة زينة لإيه؟ لكذا حاجة. خلي الواد ريحته تطلع ورد يا ورد اليمن. واللفة دي فيها إيه؟ من قبل ما افتحها أقول لك فيها إيه. اللفة دي فيها هريسة. كلتها زمان. يوه، وأنا ياما كلتها. كان همام يخش يقول لي مالك يا صلحة، أقول له نفسي رايحة للهريسة يا همام. يشيع 10 عبيد يروحوا يجيبوا الهريسة ويجوا. يجيبوها من فين؟ من عند واحد اسمه زادان في جرجة، بس مات. وعشر عبيد ليه إن شاء الله؟ كنت عتاكلي كم لفة؟ لا مش مع بعض، كل شوية يبعت واحد يستعجل اللي قبله. اشربي اشربي. مش عارفة بطني تعبتني ليه. مالك؟ عينك غربت ليه؟ هتموتي حزينة؟ ما تروش. اسم الله عليكي، ما انتي هتشربي زي البهيمة اللي هيذبحوها ليه؟ مش مصدقان يا ورد اليمن انهم كانوا 10 عبيد؟ طب والله ان انا شايلاها، مش هتدوقي منها حاجة خالص. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. قال يا شيخ عيسى شيخ العرب. يا ابوي، وانا لحقت اقعد على حديدي. حاضر. عاوز الجواب. حاضر. ايه اللي جد؟ ما عارفش. عاوز الجواب. ما قالش ليه؟ ما قالش. ولا انت تعرف؟ ولا نعرف. فرح انت بعتني فين الدور ده شيخ العرب؟ جهنم.